الاستقبال، المرضى بياخدوا حقهم بالكامل من وجود الاطباء. المطالب بتاعتكم ايه؟ بناء على قرارات الجمعيه العموميه، ما بنعطلش العمل، مفيش اضطراب لصالح المرضى، احنا واقفه محترمه قدام باب المستشفى نص ساعه، بنعلن فيها مطالبنا وبنرجع تاني للعمل، ما بنشغلش. يوم واحد في الاسبوع لمده نص ساعه الصبح. يعني الوقفه دي مستمره كل ثلاث؟ كل ثلاث، على حين استجابه للمطالب او بعد شهر رمضان العيد هيتم تصعيدها للمديريه. المطالب بتاعتكم ابرزها؟ اهم مطلب هو وكاله الدكتور احمد عمر. يعني انتم مستمرين في الوقفات؟ مستمرين في الوقفات باستمرار كل اسبوع لحين الاستجابه للمطالب. طب في طرق تصعيديه ثاني ولا؟ ما احنا قلنا حضرتك وقفه احتجاجيه كل يوم 3 الصبح قدام كل مستشفى لحين انتهاء من شهر رمضان والعيد. ان شاء الله بعد كده هتبقى واقفه داخل المديريه كامل في كل اطباء المستشفى بالتنسيق طبعا مع النقابه. مفيش حلول تواصلتوا معاها مع الدكتور احمد ولا؟ احنا مش رافضين اي حلول بصراحه، اي تفاهم ورافض اي حلول. يعني احنا سمعنا عن وكيل الوزاره في الشرقيه راح حضر الجمعيه العموميه وقعد يسمع مشاكل الاطباء ويحاول يحل. لا حضر الجمعيه العموميه ولا حاول يحل معانا الامور ولا يشوف ايه الحاجات اللي احنا طالبينها، فلا ما سمعناش عنه هو عايز يعمل حاجه.